عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. معذرة كانت مشكلة بس في النت وبحاول أظبط الصوت مش أكتر، أنا آسف، آسف على التأخير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكر نفسي وإياكم بتجديد النية، وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نستنى شوية يمكن بس الناس تتجمع ولا إيه؟ بنبدأ على طول. طيب، أولا أنا برحب بكل الناس اللي معانا الجداد والناس القديمة وكل اللي دخلوا وانضموا معانا في المحاضرة بتاعتنا دي، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنه يتقبل منا ويرزقنا الإخلاص في طول العمل، وإنها تكون نافعة لنا ولكم جميعا بإذن الله. تحليل الشخصيات عن طريق أنماط الشخصية. لا، ما فيش شهادات. الشهادات لما دي حضرتك أول محاضرة، أو حضرتك ما أعرفش مين عبير، أول محاضرة من محاضرات من دورة تحليل الشخصيات عن طريق الأنماط، ودي إحنا عاملينها مجانا، المحاضرة مجانا يعني. فهندي محاضرة نكتب فيه إن حضرتك حضرتي محاضرة ليس لها فائدة. على مو كويس يعني حضرتك سألتي السؤال ده علشان نقول الموضوع ده، لأنه بيشغل بعض الناس موضوع الشهادات. جميل إن إحنا يكون معانا شهادة نثبت فيها، اللهم آمين، نثبت فيها إن إحنا حصلنا على حاجة أو حضرنا على حاجة، بس الأجمل إن إحنا ننتفع بالعلم ونعمل بيه، هو ده الغرض الاصلي يعني. وبعد كده ناخد شهاده تكون على حق، نكون اخذنا مثلا دوره كامله، عملنا على انا اللي المفروض اخد شهاده تقدير في الدنيا، ياخد شهاده تقدير ان شاء الله ولا لا؟ يعني اعطيت المحاضره تمام. فاحنا بنقول جزاكم الله خيرا، فاحنا بنقول ان احنا مطلوب ان كلنا نتعلم، واحنا لسه بنقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني العلم لوحده هيرفعنا. بعد كده الشهادات دي احنا بناخدها للدنيا بس علشان نقدر نشتغل بيها او نثبت بيها بس ان احنا ايه حاصلين على 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 شهادات بس للدنيا يعني ان شاء الله. طيب خلينا ندخل في الموضوع. عايزة منكم حاجة صغيرة جدا، هي اني أول حاجة كده دردشة كده بسيطة نسأل ويتشاركوني، إيه انطباعكم أو مفهومكم عن أنماط الشخصية؟ يعني أنتوا داخلين المحاضرة صوت واطي، مش عارف كده كويس ولا إيه؟ يمكن علي صوت طيب من عندك، يعني معرفش الاسم مش ظاهر، بس آيفون يعلي الصوت بس من عنده. يبقى هو الصوت بس من عنده هو. حضرتك احنا عايزين بس دردشه كده بسيطه، تقولوا لي ايه انطباعكم او مفهومكم عن انماط الشخصيه، يعني انتوا فاهمينها ايه، او داخلين المحاضره عارفين ايه هي انماط الشخصيه وعايزين حاجه معينه ولا مش عارفين اصلا؟ يا ريت تشاركوني رايكم. طيب استنى على ما اللحظات تتجمع، انا معاكم بس ندردش كده شويه على ما الناس تتجمع ونشوف كده اللي دخلوا معانا يدونا كده رايهم في حضورهم لانماط الشخصيه او مدى اهتمامهم بالموضوع، فاهمين ايه عنه. أنماط الشخصية أربع أنماط. لا يوجد نمط أفضل من آخر، ولكن كل نمط يناسبه أشياء معينة. عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف. استاذ جهان
اعتذارك بشأن الموعد مقبول وشكرا لطولي. ده حقك عليا يعني، ده حقكم عليا والله، مش تواضع خالص، ده حقه. قرأت شخصيات وتحليلها، قرأت شخصيات وتحليلها من خلال تصرفاتهم. جميل. مين اللي قال كده؟ بس عشان اتعرف على الناس. نهى، نهى. وعندي دلال، تعني تصرفاتهم، كل نمط ليه صفات وليه مساوئ. تمام، هي يعني ماشي، صفات كويسه وصفات مش كويسه. طيب انماط، انواع الشخصيات، الشخصيه العصبيه وكده، ولا حضرتك تقصدي حاجه تانية؟ ممتاز. طيب بس نشوف الناس اللي معانا. في ناس ايه بتنضم يا جماعه، فعلشان بس ايه ان شاء الله الفايده تعم، فندي بس 5 دقايق بس استاذنكم علشان الناس اللي لسه بتدخل الرابط. الرسمي والمؤثر والاجتماعي والدقيق والموثق. تمام، يعني يمكن الفاظ شويه مختلفه حبه، وهقول لكم عليها النهارده ان شاء الله، بس كويس يعني. شمالي، جنوبي، شرقي، غربي، كويس برضو. الساعة 18. طيب احنا دلوقتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. طيب خلينا نبدأ، وهيدخل بقى إن شاء الله يتابع معانا اللي جاي إن شاء الله، عشان إحنا كده أساسا متأخرين. الناس اللي جاوبت معايا بشكرهم، وكويس إن عندهم نوعا ما معلومات، واللي ما جاوبش برضو أنا بشكره، ده معناه إن هو ما عندوش فكرة عن أنماط، أو خجل إن هو يقول رأي مثلا يكون غير صحيح أو حاجة، ودي برضو هنفهمها إن دي برضو من أنواع أنماط الشخصية، اللي هو الشخص الجريء اللي يقدر يقول رأيه، والشخص اللي ما يقدرش يقول رأيه. جزاك الله خيرا، شكرا يا نهى، شكرا، ربنا يكرمك. أنا فعلا اشتقت للجميع، بس الواحد مر بظروف كتير الحمد لله، وإن شاء الله نجتمع مرة أخرى بإذن الله. طيب ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. الحقيقة إن الاختلاف هو سنة كونية، وإن الاختلاف هو الأصل مش العكس، مش التشابه. دايما كنت أتعجب من بعض الناس، أو إحنا كلنا زمان يعني وإحنا صغيرين، حتى نبتدي أول ما نشوف 2 توأم نقول يا سبحان الله دول شبه بعض إزاي، ونبقى متعجبين جدا. مع إن التعجب الأصلي يكون في الاختلاف مش في التشابه، يعني اللي خلق حد واحد يقدر يخلق منه 1 و2 صح و10 و100. الإعجاز والإبداع من الله سبحانه وتعالى إنه خلقنا جميعا مختلفين تماما، خلى كل واحد فينا ملامح مختلفة، صفاته مختلفة، طباعه مختلفة. ليه؟
ليعمر بقى، يعني هتعمر هذه الأرض بأشكالها وبكل شيء. وفي النهاية إحنا خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى، حتى في العبادة وحتى في الطاعات وحتى في كل شيء هتلاقي فيه شخص ميال لأنه يعبد الله عبادة مثلا سرية، ويبقى مع نفسه كده يقعد يصلي ويقيم الليل ويبقى يعني واخد جنب كده هو مع الله سبحانه وتعالى بس. وفي إنسان تحس إن حتى حبه للعبادة أو الطاعة أو القرب لله سبحانه وتعالى إنه يكون بيعمل خير، بيتصدق، بيدعو، بيعمل يعني كل واحد سبحان الله حتى الاختلاف تلاقوه في الدعوة وفي العبادة وفي الطاعات بكل الإيه بكل الطرق. تمام، فالاختلاف هو الأصل، طبعا الاختلاف هو الأصل. وسبحان الله سبحان الله، يعني هنفهم النهاردة إن الاختلاف ده هو الأساس وهو النعمة، يعني هو النعمة الكبيرة سبحان الله. يعني تخيلوا كده معايا لو الكون كله كان على منهج واحد وعلى شخصية واحدة وعلى صفات واحدة من أول ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون إلى يومنا هذا، لو افترضنا إن من بداية خلق آدم الكون زي ما هو بنفس النمط يعني ونفس الأفكار ونفس الشخصيات، ما كانش هيكون في تطوير، ما كانش الكون أصلا هيحصل فيه أي حاجة جديدة. دماغنا نفسها كانت هتبقى واقفة عند إطار معين، ما كانش هيحصل كل التغيرات اللي بتحصل في حياتنا دي بطريقة يعني تكاد كل ثانية. فالتغيير برضه سنة كونية وربنا، وده الأصل في الأشياء، التغيير إن ما فيش شيء هيستمر إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالأصل في الموضوع ده كله إن إحنا نكون مختلفين علشان الكون ده كله يسري بالشكل الجميل، ويبقى كأنه من ألوان الفاكهة وألوان زي ألوان الفاكهة، يعني كل واحد ليه طعم وليه لون وليه شخصية وليه سلوك وليه مهنة وليه وظيفة تنفع الكون، وده ينتفع بده وده ينتفع بده وده ينتفع بده. ولا يمكن كان كل ده يحصل إلا إذا كان الباكج كلها مكتملة، ما فيش كلها مش كلها نوع فاكهة واحد ومش كلها نوع حاجة واحدة، لا ده احنا كلنا بنكمل بعض وبنكمل الكون بجماله بألوانه بنفس ألوان إيه شخصيتنا بنفس فكرة الألوان دي. هنتكلم عن الألوان برضو شوية، بس قبل ما انتقل لفكرة الألوان عايزاكوا برضو تقولوا لي إيه أهمية إن أنا من وجهة نظركم، يعني أنا دلوقتي بتكلم إن أنا أفهم شخصيتي وإن أنا أعرف طباعي وإن أنا أعرف سلوكي، إيه أهمية إن أنا أفهم شخصيتي؟ يعني إيه الأهمية إني أفهم شخصيتي، أو إيه أهمية إن أنا أفهم الأنماط عموما كلها؟ تفتكروا إيه أهمية ده؟ ممكن أرد على السؤال. فهم الشخصية يساعد في تحديد الأهداف، ممتاز. والذي يعرف نفسه سيعرف كيف يتعامل مع نفسه مع الآخرين، رائع. أقدر أحقق أهدافي وطموحاتي، كويس جدا. نعرف نتعامل مع الناس، رائع رائع. أنتوا قلتوا المفيد كله يعني الحقيقة. طيب هنقول بس أنا هضيف عليكم إضافة صغيرة، أو كأني معاكم هساعد في إن أنا أنظم لكم بس الفكرة بشكل إيه صحيح. وخلي بالكم دايما الفرق بين العلم واللا علم، الفرق بين العلم واللا علم، إنك تكون على يقين، تكون على يقين من المعلومة، ما تبقاش مجرد اجتهاد شخصي قد تخطئ أو تصيب فهتبقى تايه مش عارف. أنا النهاردة لو جه حد ناقشني مثلا وأنا مش على علم، طبيعي حتى لو أنا كنت متصورة إن أنا فاهمة حاجة صح، أول ما يناقشني بفكر مخالف وأنا مش دارسة ده، على طول هشك في نفسي، هشك الصح فين، هشك الغلط فين. يبقى إذا أنا فهم لنفسي وفهم للآخرين هيساعدني في حاجات كتير جدا جدا جدا. طيب خلينا نقول إنه أنماط الشخصية، قبل ما نتكلم عنها هنتكلم كده في إن أول حاجة هو فهم نفسك وإصلاح عيوبك. أول هدف من أهداف، أول هدف من أهداف أنماط الشخصيات، تعليم أنماط الشخصيات عموما، هو إن أنا أفهم نفسي وأفهم عيوبها بشكل كبير وأصلح عيوبها.
احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ احنا معرفه الشخصيات لمعرفه طريقه التعامل مع الاشخاص وفهم الاخرين. ممتاز. احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى قال ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ده الاصل. الاصل ان احنا ربنا سبحانه وتعالى ادانا الخير والشر وعلمنا ده وخلانا ندرك حقيقه نفسنا، نعرف اخطائنا ونعرف عيوبنا، ووضح لنا الحلو ووضح لنا الوحش وشوفنا حاجات كثيره. لو جينا ركزنا شويه مع الطفل وهو صغير هتلاقيه اوتوماتيك، يعني اوتوماتيك لو بيكذب، ان هو اتخلع على الفطره السليمه، لو بيكذب اول بس ما تقول له انت بتقول ايه على طول هو هيرتبك، انه حاسس ان في حاجه عاملها غلط، هي دي الفطره. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا بنربيهم بطريقه خطا، بنوجه بشكل مش صحيح، او بنعلم حاجه مش صح، نتيجه حاجات كتير جدا بيبتدي يحصل عنده على طول عمليه خلل في الفطره السليمه الجميله اللي ربنا خلقه عليها، ويبتدي يحصل له عدم ادان ولا يدرك هو الصح من الغلط ايه، ويتعامل بخوف. مش بس خوف، هو مش فاهم الصح من الغلط. يعني انا النهارده لو ربيت ابني من الصغر على انه السرقه مثلا ده حقنا وده حلال، وفي ناس بتفكر بالطريقه دي، ناس تفكر ان السرقه دي حاجه لا ده حقنا، مش احنا ناس غلابه وهم اغنياء يوم يبقى احنا نسرقهم، ليه لا؟ فانا لو ربيت ابني وغرست فيه الفكر ده انا كده بخالف الفطره الطبيعيه، وهو هيحصل له عمليه عدم اتزان، ويحصل له انه يكبر على فكره معينه، وبالتالي ده هيرتب فيه او هيترتب عليه حاجات كتير قوي، اما ان هو هيكمل في نفس المسيره او انه هيخالفها، وهنفهم كل ده هيتم ازاي. طيب يبقى اول حاجه فهم النفس واصلاح عيوبها. افهم نفسي، يبقى انا اعرف قدري، ادي نفسي المكانه الصحيحه. مهم قوي ان انا اثق في نفسي، ما اكبرش نفسي اكتر من اللازم. مخالفه الفطره بالشكل ده تمام. ما جيش ان انا فهم النفس هيخليني مدي نفسي القدر الحقيقي، لا عندي تفريط في ذاتي وتحقير ليها، ولا عندي تعظيم لنفسي. ده ياتي منين؟ من فهم نفسي الحقيقي. انا فاهمه نفسي بالقدر المتساوي، كمان ده هيساعدني ان مش هسمح لمخلوق يشككني في قدراتي، يشككني ان انا مش كويسه، او ان انا كويسه، او ان هو ينافقني. انا عارفه قدري وعارفه حدودي، وعارفه ان اللي بيكلمني بيديني القدر الحقيقي، ولا هو بيحاول يحطم من شخصيتي. كتير جدا ممكن تبقى انت فيكي صفه حلوه جدا ويبتدي يقول لك انت ما بتفهميش، انت غبيه، انت كذا، انت كذا، انت فاشله. الكلام ده كله ده بيحصل نتيجه ان احنا مش فاهمين نفسنا صح، وبالتالي طبعا النقطه دي فعلا مهمه جدا، لان احنا لما حد بيفضل يقول لك كده انت بتشكي في نفسك فعلا. يعني انت بتجيلك لحظه تقولي انا فعلا مش كويسه، او انا فعلا غبيه، او لدرجة بتصل لمرحلة إن بعض الناس لما تنعدم الثقة فيهم تمام في نفسهم، يعني تماما، أنا عارفة يعني هما بيكلموني، يبتدي يتكلموا، هي بتتكلم تقول لك أصل أنا ما بفهمش. حبيبتي أنت ليه قلتي إن أنت ما بتفهميش؟ أصل أنا فهمي على قدي، يعني هو أنا ينفع أقول رأيي ولا أنا رأيي ملوش قيمة؟ لأن هي اتربت على ده، استهان برأيها كتير جدا لفترات طويلة في حياتها، فاتهزت الثقة، وبالتالي حتى لو حد على فكرة قال لها رأيك جميل ورائع والله كلامك حلو، هي بتشك ان ده اللي بيضحك عليها على فكرة. يعني هي مش بتصدق المعلومة دي، لان هي نشأت على فكرة معينة ان هي مش كويسة، او انها ما بتفهمش، او الكلام ده كله. طب هنصحح بقى المعلومات دي ان شاء الله النهاردة. ما هي مع الاطفال وبتكبر بقى. يعني هي بتكبر سنة سنة. انا مع الاطفال ببتدي ايه؟ اتكلم في فكرة ان انا يعني غرست في حاجة تمام، وقلبت بقى معانا بحاجتين، يعني اما انه طلع محطم ومدمر نفسيا تماما، اما انه هو بقى حاول يتحدى ويعاند، بوضعه يطلع طفل عنيد، وطفل دايما حرب لاهله، ومش مبسوط بيهم، مش بيحبهم لان هم حطموه. ده لو جه بقى حد من بره ظبط له الدنيا والكلام ده كله، يبتدي يحس ان ايه، ان رد الفعل مع الاهل بيبقى رد فعل عنيف شويه، على اعتبار ان انتوا اللي بتحطموني وانتوا اللي عملتوا فيا كده.
ده من غير ما يقولها صراحة، يعني عشان بس نوضح الدنيا، ما يبقاش عنده إدراك كامل إن هو بينتقم أو الكلام ده، لا خالص، هو بيبقى شعور لا إرادي نتيجة إن أنا عندي كبت وعندي مشاكل وعندي مشاعر وعندي حاجات معينة أنتوا كنتوا السبب فيها، فتلقائي أنا هبقى عنيف معاكم لأنه أنتوا ما اديتونيش حقي صح ودمرتوني نفسيا. يبقى اكتشاف نقاط القوة والضعف المتميزة والموجودة ليك أو فيك، هتبتدي تزيد من ثقتك بنفسك، وتقدر تصلح لما تبتدي تكتشف نقاط الضعف، هتصلح نقاط الضعف اللي فيه. طيب قبل ما ننتقل بس للنقطة اللي بعدها، أوضح نقطة مهمة، إن كلمة تزيد الثقة مش معناها إن أنت هتبقى أوفر، يعني مش معناها إن أنت هتبقى مشاعرك مبالغ فيها، لا لا، تزيد الثقة يعني اللي عنده ضعف في الثقة هتبتدي تزيد الثقة، واللي عنده ثقة هتبتدي تثبت وتبتدي يشعر ان انا فعلا قادر على ده ولا لا، انا فعلا اسلوبي كويس ولا لا، انا فعلا الناس بتحبني ولا لا، انا فعلا بعمل ده ولا لا. هي دي النقاط ايه المهمه. لكن انا بالنسبه لي مهم قوي ان انا ابقى عارفه ايه هي نقاط الضعف وايه هي نقاط القوه، مهم قوي ان انا اعرف صفاتي. الصفات اللي قد يظن البعض انها صفات سيئه، هي ممكن تكون صفات جميله جدا، مش سيئه ولا حاجه، بس هي سيئه لبعض الناس، وده الاختلاف بقى اللي هنتكلم فيه، انه ازاي الانماط او ده اللي احنا بنشرحه في المحاضره او في الدوره بتاعتنا، بنقول ازاي النمطين دول بيشوفوا بعض، او الاربعه او الخمسه او ال 16، في حد قال اربعه، اللي قال اربعه ده درس جزء صغير من الانماط او نوع من انواع الانماط، ايه الطرق اللي نقدر نكتشف فيها نفسنا. ما هي دي من ضمنها بقى يا استاذه نيره، ان احنا دلوقتي ان احنا نبتدي نفهم نفسنا عن طريق ايه، طرق او انواع تحليل الشخصيه كلها. طيب انا لما هفهم شخصيتي بشكل جيد، لما هفهم شخصيتي بشكل جيد، انا هبتدي اعرف نقاط القوه، واعرف كمان ان الصفه اللي فيا مش علشان هي مش عاجباكي يبقى انا وحشه، لا خالص، هي مش عاجباكي لان انت مختلفه عني، مش بس يا هاله اختلاف اراء، لا مش فكره اراء بس، اختلاف رؤيه. عارفه تخيلي انت شايفه لون احمر وانا مش شايفاه احمر اصلا، انا شايفاه بينك مثلا او شايفاه فوشيا، الدرجه دي في حد ذاتها، او شايفاه لون عكسي، شايفاه اخضر اصفر اي حاجه، فهنا احنا رؤيتنا مختلفه. ما فيش حد ممكن يعجب كل الناس في نفس الوقت، ده شيء طبيعي، بس اللي اقصده ايه؟ اللي اقصده ان انا بتهز امتى او ثقتي بتهز امتى؟ لما بيجي الراي من ناس احنا بنحبهم. الأنماط 16 شخصية بتتقسم لأربع مجموعات، في منهم انطوائيين واجتماعيين وصفات مختلفة، ممتاز ممتاز يومنا، ممتاز يومنا، تمام؟ طيب ازاي بقى؟ لا ما انا مش هشرح بقى النهارده الثقة في النفس والتحدث أمام الجمهور عشان انا ما ادخلش بره موضوع نمط الشخصية، يعني خلي الموضوع النهارده أنماط شخصية، تمام؟ طيب خلينا نكمل. فأنا النهاردة لما بيكون عندي صفات وطباع واختلافات، ده هيأدي بيا إن أنا طبيعي أبقى شايفة الغير ده غريب بالنسبة لي، قد يعجبني أو لا. طب إمتى بتتهز الثقة؟ لما بيكون رأي الشخص اللي فيا ده شخص يهمني رأيه، زي الأم والأب، زي الزوج، زي حد بيحب حد، الصديق، الكلام ده كله. فأنا لما بكون بحب حد، أنا طبيعي جدا ما دام أنا بحب حد انا عايزاه شايفني حلوه وعايزاه شايفني جميله، وانا وهو نفس الشيء، فبالتالي انا لما هبتدي اقول له صفاتك كذا او ابتدي انتقده بشكل سيء، هو هيتهز هنا الثقه، مش من مجرد اختلاف اراء، مش مجرد اختلاف اراء. يبقى اول حاجه فهم النفس واصلاح عيوبها، فهم النفس عشان ادعم الثقه بالنفس وابقى عارفه قدرها المظبوط، واعرف عيوبها واعرف ازاي اصلحها. انا لو عرفت العيب ومسكته كده وقلت اصل انا عيبي كذا، يبقى سهل خلاص، انا عرفت ان عندي صداع، اروح للدكتوره اقول له انا عندي صداع، هيديني الدواء بتاعي، همشي مظبوط. طيب في صنفين من الناس او اصناف من الناس، بتبقى بتتالم او مريضه وعندها صداع بس مش عايزه تعالج، هي مش عايزه تصلح من نفسها، يبقى هي لازم تقف هنا واقفه مع نفسها وتبتدي ايه تصلح من العيب ده. طيب في ناس ثانيه هي مش مدركة أصلا، هي ملهية في الحياة، فمش واخدة بالها إن في عندها عيب أو مشكلة أو خلل، فمش بتدور عليه أساسا ومش بتشوفه، بالعكس. وفي ناس بتكابر أول ما حد يقول لها خلي بالك أنت عندك صفة معينة،
بيقول لك لا 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 انا مش كده خالص على فكره، وتتجاهل كل كلام الناس. لا برضو مش هنتكلم في الثقه بالنفس، مش هنتكلم في الثقه بالنفس خالص، مش هنتكلم في تربيه الابناء ولا الكلام ده كله. احنا هنتعلم حاجه لما ندرس انماط شخصيه، انت هتقدر تستفيد انك تعمل اختبار وتعرف منه انت نمطك ايه ونمط الطرف الاخر ايه. الطرف الاخر ده مين؟ الطرف الاخر ممكن يكون ابنك، ممكن يكون زوجك، ممكن يكون صاحبتك، ممكن يكون اي حد انت بتتعاملي معاه، وعايزه تعرفي شخصيته علشان تعرفي ازاي تهيئيه وتكيفيه في التعامل معاكي، او انك انت تتجنبيه ولا لا، او انك انت ازاي تهذبيه او ازاي تتعاملي معاه المعامله الامثل اللي هي تتناسب معاه بشكل ايه؟ بشكل جيد. طيب ده اول نقطه او اهم او رقم واحد في هدف او اهداف العامه للتدريب او للتعلم انماط الشخصيه. لو جينا بقى قلنا الهدف الثاني هو تطوير قدرتك للتكيف مع الانماط المختلفه. فهم الاخر ده برضو له علاقه بالنمط الشخصي يا دكتور؟ طبعا طبعا. يعني في ناس بتبقى عندها حب الاكتشاف ده. يعني ايه قصدك بحب الاكتشاف؟ طيب انا هقول على ما انت تكتبي. في ناس بتبقى طبعا يعني النهارده فكره ان انت تفهمي نفسك. بصي احنا بنقول تاني نقطه ايه، لما بتفهمي نفسك مش سامعه شيء ليه؟ لما بتفهمي نفسك كويس بتقدري تكيفي قدراتك للتكيف مع الانماط المختلفه. يعني افترضي ان انت نمط واهلك في البيت نمط تاني خالص، مامتك حاجه تانيه، اختك، اخوكي، باباكي، زوجك، اولادك انماط مختلفه تماما. انا دايما اقول يا جماعه ان الفكره في الشخص اللي فاهم اللي متعلم. اللي مش متعلم انا ما اقدرش الومه. يعني لما تيجي واحده تقول لي مثلا او تجي لي في استشاره تقول لي طب انا اعمل ايه، هم انماطهم غير، طب انا فاهمه طبعهم بس انا مش قادره اتكيف معاهم، طب انا هحل ازاي؟ طب ما طالبيهم هم بتغيير، ما طالبيهم هم بتغيير. اقول لها انا مين جالي ومين حاول يفكر او يعاني من مشكله معينه؟ هو انت. فبما انك انت بتعاني من مشكله ده معناه ان انت اللي تعبانه، ومعناه ان انت اللي تقدري تعالجي المشكله، مش اللي ما جاش وما اعترفش بيها اصلا. تمام. فانا النهارده لما يكون عندي اقدر اتكيف مع النمط الاخر يبقى انا هعمل عمليه اصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين مطلب شرعي قوي جدا، يعني ان انا علاقتي بالناس تبقى حلوه دي مهمه جدا جدا جدا. الحقيقه لو انتوا جددتوا ان هي بس وانتوا بتتعلموا انماط الشخصيه انه يعني بس يبقى عندنا نيه لله خالصه لله، ان انا هصلح علاقتي بمثلا حد انا في مشاحنات معاه على طول، زوج مثلا، قبل ما افكر في مساله مثلا الانفصال والطلاق والحاجات دي كلها. احيانا بيكون حل من الحلول الجذريه او المهمه اللي ممكن تغير حياه الناس كلها انه هم فهمت بس النمط الاخر وهو فهم النمط الاخر. فلما فهموا النمط فهموا بعض، ما كانوش عندهم سوء ظن ولا مشاكل ولا صراعات. مش بتشوفوا حتى ساعات في ناس كده ربنا يعني من عليها بالتكيف والتكيف الطبيعي؟ احنا بنقول انا بعتبره ده تكيف. عارفين كلمه تكيف جايه من التكييف؟ عارفين التكييف؟ التكييف ده بيعمل ايه؟ ده بيظبط لك الجو الغرفه على الدرجه اللي انت عايزاها، صح؟ طيب انا لما بيكون في تكيف بيني وبين الشخص الاخر، انا متكيفه معاه، لما بكون انا والشخص الاخر متكيفين مع بعض، بتلاقي فيه كده لغه انسجام، وانت بتقعدي تقولي ان الاثنين دول بيحبوا بعض قوي وبيستمروا عمر طويل. هل هم ما كانش في بينهم مشاكل او خلافات او اختلافات حتى الطباع والفكر والذوق وكل حاجه او اهدافهم؟ حتى اكيد كان في الاختلاف والاختلافات كثيره جدا جدا، لكن الفكره في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان هم سامعيني كويس؟ حد فتح المايك يا جماعه؟ لكن اللي حصل في لما حصل تكيف
مع الآخر، حصل إن إحنا بقينا مندمجين فاهمين بعض، قللنا كتير جدا من الخلافات، وقد يكون ده سبب رئيسي أو قوي من إن إحنا نتجنب حتى الطلاق، لو أنا بس فاهمة اللي قدامي، بدليل إن الشيطان بيكبر يكبر الموضوع، بعد كده بتكتشف بعد ما المواضيع بتنتهي بنبتدي نقول إيه، لا يا جماعة ده والله ده أنا ندمت إن أنا خدت الخطوة دي، ده كان والله كويس، دي كانت كويسة، ده كان مش عارف إيه، لأنه ما كنتش فاهمة الدنيا صح. فالفرق هنا إن أنا أكون فاهمة في الدنيا من البداية هتفرق معايا في اختيار شريك الحياة من البداية، هتفرق معايا لو أنا أوريدي متجوزة وخلاص إحنا مختلفين، هبتدي أعالج المشكلة بشكل آخر وهشوفه بنظرة أخرى، هبتدي أنا أعرف إزاي أتكيف معاه، أعرف إزاي أتعامل مع الناس زمايلي في الشغل، كل واحد نمط مختلف تماماً، هل أقدر أندمج معاهم بحيث تبقى علاقتنا علاقة طيبة ولا لا؟ النقطة الثانية مهمة جدا أيضاً، الحمد لله. طيب النقطة الثالثة، معرفة مهاراتك الشخصية واختيار مجال العمل المناسب، ودي من النقاط المهمة جدا 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 برضو، لأن إحنا اللي بيحصل يعني عادة إن إحنا ما بنبقاش ساعات فاهمين إحنا عايزين إيه، ويمكن منتشر دي كتير جدا في مرحلة التعليم، لما بنكون عايزين مثلا بنجيب مجموعة في الثانوية العامة، المجموعة ده أنا مستخسرة يعني أنا مستخسرة، أو ما جبت مجموع عالي أنا عايز أخش أعلى كلية اللي هي من منظور المجتمع إن دي أعلى كلية اللي هي كلية الطب مثلا أو كلية هندسة أو الكلام ده كله، فأنا بدخلها مش بدخلها علشان أنا مش بدخلها علشان أنا دي ميولي واتجاهاتي، أنا بدخل الكلية دي علشان أنا لقيت إن دي اللي جايبالي المجموع العالي. فأنا لو مش فاهمة مهاراتي ومش فاهمة إمكانياتي ومش فاهمة قدراتي ومش فاهمة شخصيتي وأقبل ده أو لا أقبل ده، أنا ممكن أضر نفسي وأدرس دراسة مش حباها خالص علشان خاطر بس أنا جبت مجموع أنا مستخسره في الكلية دي أو في المكان ده أو في الوضع ده. فالمهم جدا إن أنا أفهم نفسي، أصلح عيوبها، أعديها قدرها. في موضوع القدر وموضوع التقدير وموضوع الأنماط، مهم قوي إن أنا أفهم إن أنا بالظبط واقفة على ميزان، ميزان بيقيس بالملي كل حاجة. فأنا النهاردة لو أنت زودت في المعيار شويتين بقيت دخلك تعظيم بالذات واديتها فوق قدرها، وبالتالي يبقى أنا حصل لي خلل نفسي وحصل لي عدم اتزان وحصل لي مشاكل كتير جدا. والبعض يقول لك إيه ده واثق في نفسه زيادة، لا مش واثق في نفسه زيادة ولا حاجة، هو متدمر لأن هو تعبان مش واخد حب الناس ومش واخد حب نفسه، لأن هو عارف إنه نفخها أكتر من لازم، وعارف الحقيقة إنه ولا حاجة. يعني الناس اللي تقول لك ده مغرور ده واثق من نفسه زيادة، لا المغرور مش واثق من نفسه أصلا، لأنه لو واثق من نفسه مش هيكون مغرور، الواثق من نفسه هتلاقيه متزن في التعامل، فاهم قدر نفسه وعارف هو إيه بالظبط. لما هيروح مثلا يتقدم لوظيفة هو عارف أنا حاصل على كذا وماهر في كذا وقادر على إني أعمل كذا وكذا وكذا. أنماط الأطفال المختلفة، طيب، وأنماط الشخصية هي أنماط الشخصية، إحنا بنتكلم عن أنماط شخصية، فلما نيجي نقول أنماط أطفال، أنماط ستات، أنماط رجالة، كلها في النهاية أنماط شخصية. يمكن أنا دايما أقول أنا مش الشخصيات اللي أحب أقعد أعمل شو إعلامي على حاجة مش هي، يعني الأطفال زي الكبار زي كل شيء، مع الفرق إن ده لسه صغير أقدر أشكله أقدر أغيره أقدر أعالج فيه حاجات، الست نفس الكلام، الراجل نفس الكلام. طب في نمط في الرجالة أكتر، هتلاقيه بيغلب عليه الصفات العملية أكتر، المرأة هيغلب عليها الصفات العاطفية أكتر، لكن في النهاية الشخصية كلها فيها الميكس. ما بنقولش إن الشخص العملي ما عندوش قلب وما بيعرفش يحب، وما بنقولش إن الشخص العاطفي ده ما عندوش عقل ومجنون وما بيعرفش ياخد قرار. توفيق المهارات ده شيء مهم، بس مش كل الناس بتقدر تعمل ده، ما هي ده بقى الفرق بين العلم يا نيرة وعدم العلم، إن أنا أتعلم أو لا. هل النمط فطري؟ هل النمط كويس؟ سؤال جميل جدا، سؤال جميل. هل النمط فطري ام مكتسب؟ طب انا بقى عايزاكم انتوا تجاوبوا على السؤال ده، انا ما اقرا التفاعل. ايوه فعلا، نمط الطفل بتبقى لسه شخصيته
تتكون، فتقدر نحدد شخصيته بالكامل. مش بنقدر نحدد شخصيته بالكامل، مش ناضج لسه، لا هنقدر نحدد شخصيته. وهقول لكم ازاي بقى هنقدر نحددها، بس وازاي نظبطها، يعني تبقى فرصتي بقى ان انا فهمته من هو صغير ان انا اظبطه ان شاء الله. نفس نمط الكبار مع اختلافات بسيطه جدا، اللي هو زي ما بقول لكم هو لسه عجينه طريه مهيئ للنمط ده. عارفين لما تيجي حد يقول لك ده عصبي، ده طالع زي ابوه بالظبط، ده طالع زي امه بالظبط، ده نسخه منها بالظبط، حتى الشبه شبه بعض، ده اللي احنا هنتكلم فيه. دول حتى شبه بعض، دول حتى فيهم من بعض. هنشوف بقى الجزئيه دي ازاي. اعتقد انه نمط الشخصيه يثبت من بعد الرشد. انماط الشخصيه مكتسبه. اعتقد ان الفطر والضغط يؤثر والاكتساب يؤثر، لكن الفطري اقوى. تمام، انماط الشخصيه مكتسبه. نمط الشخصيه يشبه علم الفراسه. ممتاز، هكلمكم عنه. كويس، جميل. انا ده خلي ناس هي عندها وعي لحاجات كتيره. طيب هقول لكم على حاجه كده صغيره، ردا بقى على هو فطري ولا مكتسب. تعالوا نتكلم في انواع تحليل الشخصيات. انا في انواع تحليل الشخصيات هفهم بالظبط القصه تيجي ازاي. تمام، احنا متفقين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون، الاصل فيه الاختلاف، والاختلاف حكمه ورحمه من ربنا سبحانه وتعالى، وله حكم كتير جدا. وان فهمنا او يعني حكمه من الحكم، فده معناه ان احنا بس جالنا اثار من الحكمه يعني، ولكن ربنا عنده ايه علم اعظم بكتير، ويعلم يعلم كل الحكم. يعني في حكم غيبيه احنا لا نعلمها، من ايه حكم، يعني ساعات احنا بنقول ايه حكمه ربنا ان حصل كذا كذا كذا، ليه ده جه من ده، ليه انا اتجوزت ده وبعدين طلقت منه وجبت الولد ده او البنت. سبحان الله، في حكم لا نعلمها مهما اجتهدنا فيها، وفي حاجات احنا ربنا سبحانه وتعالى بيفتحها لينا كده ويرزقنا فهمها. يعني ممكن ترجعي شويه حتى ادون ملاحظه، معلش احنا ممكن نبقى نرجع للفيديو بس علشان بس الوقت وما نعطلش الناس بعد اذنك. طيب فاحنا بنقول اننا دلوقتي انواع تحليل الشخصيات، يعني ممكن تصوروا الشاشه، انا اسمح بتصوير الشاشه، يعني ممكن تصوروها بالموبايل. طيب فاحنا بنقول اننا انواع تحليل الشخصيات، او ازاي افهم الشخصيات او احللها. طبعا بصوا عشان اكون واضحه معاكم، مفيش حد قدر يجيب الشخصيه 100%، بدليل ان مهما درسنا كل الانواع وفهمتي اللي قدامك فهمك واضح جدا، بيفضل عندك شيء خفي. الشيء الخفي ده هو ايه؟ هو الشيء الغيبي اللي لا يعلمه الا الله. يعني اوعى تتصور انك انت هتفهم انماط الشخصيه وهتدرسها كلها وخلاص انت اطلعت على الغيب وعلمت ما في النفس، لدرجه ان اللي قدامك ده لو بيقول حاجه غير اللي جواه عرفت ان جواه حاجه ثانيه. لا، مفيش الكلام ده خالص. اذا ربنا فتح عليك ومن عليك بفهم امور غيبيه، او انك انت تفهم حاجه او انك تعمل حاجه معينه، فده لحكمه برضه، لحكمه. والامانه تتطلب منك انك لا تكشفها للاخرين. يعني اذا ربنا من عليك بفهم بعض الصفات لدرجه كبيره جدا تكاد انك شايفه كانه شفاف قدامك، في ناس بنقصد معاها هذا الحد يعني، فدي بيبقى حكمه واختصاص من ربنا سبحانه وتعالى خصك بيه، قد يكون لطاعه عملتها لشيء ما، ولكن لا يجب البوح بيها او افشاء سر الاخرين او فهمك للحاجات دي كلها للاخرين بشكل عام. طيب خلينا نقول انواع تحليل الشخصيه. احنا بنقول انه كل اللي ربنا رزقه علم وفهم عالي في الحته دي تحديدا، يعني كل ده يشتق من ايه؟ من علم الفراسه. علم الفراسه اللي هو الاشمل، اللي هو فراسه، عارفين بقى تقوى فراسه المؤمن، بس دي ده نوع من انواع الفراسه. لكن احنا بنقول علم الفراسه هو الاشمل، لانه هو بالظبط تحليل او معرفه
أمورك الباطنة من ظاهرها. يعني أنا شفت منك تصرف معين، ده سلوك، السلوك ده أنا حللت من وراه إنك أنت من جواك كذا، تمام؟ يبقى أنا هنا لما أديك العلم ده هيبقى الموضوع عندك مش مجرد ظن. أنت معايا؟ الصوت كويس؟ يبقى الموضوع عندي مش هيكون مجرد ظن. يعني لما أجي أقول أصل هي عملت كذا فهي يبقى هي كذا أو صفاتها كذا، ده مش هيبقى ظن. إمتى؟ هيبقى ظن إمتى؟ لو أنا بنياه على أحاسيس أو على جهل مني. علم الفراسة يعتبر أشمل، لأن هو اللي هو ده كل ده من الفراسة. ربنا يمن عليكي بفهم حاجات معينة، إما بالفطرة من عند ربنا إنه يمن عليكي بفهم حاجات كتير، مهارة ربنا يديها لك، أو إنك أنت خدتيها دراسة، أو إنك أنت أخدتيها ربنا من عليكي بفهمها وربط الأشياء نتيجة خبرة الحياة، تمام؟ طيب، إحنا المفروض بدأنا 7، إحنا بدأنا 7:30 متأخر يعني، فأنا معاكم يعني، أنا هشرح لو زهقتوا مني فيلو يعني، أنا مكملة معاكم إن شاء الله، تمام؟ طيب، فإحنا بنقول هي المفروض إن أنا كنت عاملاها ساعتين، مفروض يعني، يعني لو لقينا كده تمام جزاكم الله خير، لو لقينا ان احنا تمام ممكن ننهيها يعني كده، ربنا يكرمك جزاك الله خير. طيب فاحنا بنقول ان انا جزاكم الله خير، بارك الله فيك. طيب فاحنا بنقول ان انا بفهم الناس وبتعامل معاها، عندي نيه، انا بتعلم العلم لان عندي نيه، اول نيه النيه الشرعيه الاصليه، لان انا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب انا عشان اعبد الله سبحانه وتعالى بتقابلني ابتلاءات في الدنيا وصراعات، تسلمي تسلمي، جزانا وياك، بتقابلني ابتلاءات وصراعات ومشاكل واحتكاكات بالناس، انا ممكن ابقى تعبانه مش قادره اطيع ربنا سبحانه وتعالى بسبب مثلا حد مضايقني، زوج مضايقني، اولاد تعبني، اخوات واكلين حقي، وهكذا. فإذا أنا النهاردة لما بكون في حالة من الصراع مع الآخرين، أنا مش هعرف أعبد الله سبحانه وتعالى. يعني على فكرة الأصل في كل علم والأصل في كل شيء هي عبادة الله، خلي بالك، اوعوا العلم. يعني أنا ناس كتير النهاردة تدخل لي، وعلى الجروب اليومين اللي فاتوا تدخل لي خاص لو سمحت الشهادات شهادات شهادات، يا جماعة مش كده الدنيا، مش كده، مش كل الشهادات احنا محتاجينها جدا علشان نشتغل، علشان نتقدم لوظيفة وإحنا مؤهلين ومعنا شهادة حقيقية، مش شهادة مزيفة أو مش مجرد إن إحنا إيه بنقدم شهادة وستوب على كده، لأن القضية مش شهادات كده خالص. شهادة هدف منها إثبات بس إن أنا حاصلة على علم معين. طيب فعلا دكتورة الحالة النفسية بتأثر طبعا جدا، الحالة النفسية بتأثر جدا جدا على العبادات. يعني أنت لو النهاردة عندك مشكلة وصراع مع أي حد في حياتك، هتلاقي نفسك يعني داخله الصلاه وانت سرحانه، داخله الصلاه مش عارفه تصلي، تعبتي، جالك الم في معدتك، مش عارفه تصومي، مش عارفه تعملي عبادات. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هم يعبدون دايما اقول مش يصلون ويصومون بس، لا احنا يعبدوا بكل الاوامر والنواهي. ومن ضمن الاوامر والنواهي هي علاقتي بالأرحام مثلا. فأنا النهاردة لو أنا صلة الرحم بيني وبين حد من أهلي العلاقة سيئة جدا، طب أنا كده هبقى عملت خلل في ديني كبير جدا. طيب يبقى أنماط شخصية تفرق معي؟ تفرق معي الشهادة بتكون إثبات الدراسة فقط، فعلا تمام. فهنا يبقى انا هنا انماط شخصيه تفرق معايا، ان انا افهم نفسي، تفرق معايا ان انا اعرف حقيقتها واعرف عيوبها واعرف نقاط ضعفها واعرف ان هي بتضعف في الحته دي، فنبعد بقى عن الجزئيه دي. اعرف ان هي ضعيفه مع الفلوس فمحذره من انها تكون بخيله او ان هي تكون مبذره او انها تكون ما عندهاش ضمير او انها تكون تضعف عند نقطه معينه. بتجيلي ساعات مشكلات، لسه جايالي على صارحني مشكله، يعني ما معناها يعني، المهم يعني ان واحد بيحكي انه
انه مرات اخوه بتشغله، يعني مرات اخوه بتشغله وهو صغير ومش عارف يعمل ايه. انا شايفه انه نقطه الضعف عنده هو عارفها، هو ضعيف قدامها لاي سبب من الاسباب، او انه ضعيف قدام النساء، فهو مش عارف نقاط الضعف، مش عارف يقاومه. ولو عارف كويس قوي نقطه الضعف وازاي يعالجها، هو هيقدر يقف بقوه قدام اي عقبات بتقابله او قدام اي صراعات بتقابله. تمام. فانا النهارده لما بعرف نقاط القوه يبقى انا هنا بقويها، وبعرف نقاط الضعف انا ببتدي هنا اقويها، ونقاط القوه ببتدي ادعمها، وابتدي ادي لنفسي الدعم الكافي اللي يخليني ما بقاش مهزوزه ما بين حد يقول لي انت حلوه، حد يقول لي انت وحشه، حد يقول لي كذا، اكون عارفه قدرها ايه الحقيقي. طيب انماط الشخصيه، الفرق بقى بين الانواع دي كلها، او هي ايه بالظبط، او ايه الاحسن، او ناخد ايه وما ناخدش ايه. اولا اللي عايز يتعمق في تحليل الشخصيات انا انصحه ياخد كله، مش عشان حاجه ياخده بره ياخده معانا اهلا وسهلا، لكن انا انصحه ياخد كله. ليه؟ لان حضرتك لما بتاخد كل حاجه في علم معين انت عايز تتخصص فيه، انت بتبقى فعلا بروفيشنال في العلم ده، بتبقى فعلا مميز جدا في هذا العلم. فانت لو عايز تعمل او تشتغل بهذا العلم، او حتى عايز تبقى بارع فيه، او عايز تفهمه لاي سبب بتفاصيله، لا خد كل حاجه فيه، خد كل حاجه فيه، واقرا عنه كتير، وابحث عنه كتير، اعرف كل شيء. اتفضلي، في مداخله. اتفضل يا دكتور محمد، اهلا وسهلا. خريجه قانون، واحتجت جدا اتعلم علم النفس وعلم الفراسه لانه مربوط جدا بعملي، لكن الان اكتشفت ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تمام. طيب احنا بنقول دلوقتي انه احنا مش عايزين يا جماعه حد يفتح الكاميرا ولا الكاميرا ولا الصوت بعد اذنك. طيب فاحنا بنقول اكتشفتي ايه، لكن الان اكتشفتي ايه؟ انا منتظره بقيت الجمله اللي انت كتبتها هي اسراء ماهر. طيب بالعكس يا خريجه قانون هتحتاجيها في حاجات كتير، وكل مهنه على فكره بتحتاج فهم الشخصيات بشكل ايه؟ بشكل كبير جدا جدا. طيب يبقى اول حاجه خليني اخر حاجه هنتكلم فيها انماط شخصيات عشان هي موضوع المحاضره، لكن احنا بنتكلم على تحليل الشخصيه عن طريق الالوان. يعني ايه عن طريق الالوان؟ يعني عن طريق لونك المفضل. عارفين لما حتى بيجي حد يقول لحد انت مش لوني او ده مش لوني، لان انا مش مندمجه معاه او هو مش مندمج معايا. طيب فالنهارده اكتشفتي انه علوم الان انه علوم جدا مهمه نتعلمها في حياتنا الاجتماعيه طبعا الحمد لله. وكان بيستاذن المداخله دي عشان يفتح المايك يا دكتور، وافتكر انه حضرتك سمحتي. لا والله ما سمحتش، انا بعتذر، لانه انا ما سمحتلوش، انا اتفاجئت يعني. تمام. ما فهمت الاجابه على سؤاله هل هو فطري ام لا. كويس. طيب هنرجع للنقطه دي، يمكن انا تهمني الاجابه او نسيت اجاوب عليها. لما سالنا هل انماط شخصيه فطريه ام مكتسبه، احنا عندنا انماط فطريه، في حاجات فطريه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها، ولكن احنا نقدر نغيرها بشكل كبير جدا 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 او نتركها كما هي. فالفطري فطري في الاساس، في جزء كبير فطري وفي جزء كبير جدا مكتسب. لو انت اشتغلت على المكتسب، هو طبعا في جزء وجزء، ولكن نسبه بقى الجزء ده ايه قد ايه، هذه بقى الجزئيه اللي انا كنت بقول لكم عليها. ده انا ماشيه على خط كده من زيرو ل 100، دايما اقول الحكايه دي. فانت هنا انت مشيت ست نفسك على الفطر بنسبه كام، هذبت نفسك وربيتها بنسبه كام، وبالتالي خليت النسبه دي. الفطري اثبت، ولكن تهذيبك ليه ممكن يغير من صفاتك تماما، ولذلك ان التغيير احنا امرنا بيه. لا مش حكايه موضوع اكبر، والله هو ربنا سبحانه وتعالى سخرنا للدنيا دي كلها، سخرنا في حاجات كتير جدا.
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه، اجملوا في طلب الدنيا فان كل ميسر لما خلق له. انت خلقتي لشيء وكل حاجه، ولكن انت خلقتي علشان تكوني مهيئه لشيء، والفطر ربنا خلقك عليه، والفطر سليم في حاجات كتير جدا جدا، وهو ده الطبيعي اللي ربنا خلقك بيه، ولكن انت ممكن تغيريه تماما، لان انت ممكن تفسديه اساسا. يعني اذا كان ده بيحصل حتى في الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال الانسان يولد على الفطره فابواه يهودان او ينصران او يمجوسان. يعني يبقى اذا هنا انا ممكن الفطره الاساس اللي هي السليمه اللي ربنا خلقنا عليها، وبعد كده انت بتغيريها لايه؟ لمكتسبه، وتعيشي بالمكتسبه وتموتي بالمكتسبه. هي قوتها راجعه لايه؟ لمدى ثباتها في الارض بالنسبه لك، وانت ازاي ثبتيها وازاي قوتيها. لو هي في صفات بقى حلوه او مش حلوه، انت بتبتدي تهذبيها وتغيري الصفات بتاعتك دي كلها تماما تماما، طول ما انت ماشيه في حياتك، طالما انت ماشيه على مبدا التهذيب. المكتسب يبقى على حسب المواقف اللي مر بيها الانسان في حياته، مش بس المواقف. يعني نقدر اعتبريها المواقف، لكن هي مش بس المواقف، هي كمان التدريب والتربيه والنشاه والاحداث وهكذا. لذلك انا طلبت المداخله وحضرتك سمحتي لي بالمداخله، ولذلك فتحت المايك. لا انا اللي بعتذر والله، ربما انا ما فهمتش طلب حضرتك وتحت امرك. احنا بس مش عايزين نزعج الناس، فاستاذنك لو في حاجه ممكن حضرتك تكتبها. بس حاول ايه حضرتك، ايش علاقه الالوان بشخصيه الفرد؟ حاول حالا بس احنا رجعنا كنا للفطره فوقفت ورجعت. طيب الالوان، في حاجه اسمها تحليل الشخصيه عن طريق الالوان، مش هي الالوان كده كلمه، عن طريق الالوان. يعني ايه عن طريق الالوان؟ هتلاقي ان حضرتك عندك لون مفضل بتحبيه. لو انا سالتك بتحبي اللون ايه، هتقولي اللون كذا او كذا، اي لون انت هتحبي لون معين، لان اللون ده بيعبر عن شخصيتك. انا عندي على الموقع ببعت لكم رابط تحليل الشخصيه عن طريق الالوان، في اللون ده يعبر عن ايه، واللون ده يعبر عن ايه، واللون ده يعبر عن ايه. طيب حد هيجي يقول لي انا بحب اكتر من لون، هقول له يبقى انت في عندك ميكس في شخصيتك، او احيانا في عملك بتستخدم لون معين، وفي حياتك او علاقات الشخصيه بتستخدم لون معين، او مودي او متقلب او كذا او كذا، بتقدر تفهم ده. طيب لو انا بحب لون معين واللي قدامي يحب لون اخر ونمطين، حاضر هبعت لكم الرابط والله. طبعا ثلاثه الوان دي ثابته طبعا جدا، وجميله جدا ورائعه. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان احب اللون اللي كان اللون الاخضر. من تاثير التربيه ومن الاحداث ومن التجارب اللي بنمر بيها في الحياه. طيب كل الالوان هقول لحضرتك، في حاجه اسمها لونك المفضل. يعني ايه لونك المفضل؟ انا ممكن اكون بحب كل الالوان، كون انا شخصيه كده احب التغيير واحب الحياه واحب اتفسح واحب لما اعيش لوحدي، واحب ان انا اروح مع اصحابي، واحب ان انا اعمل كذا، واحب اني اعمل كذا. في شخصيه متغيره ومتحبش يعني الثبات على نمط معين او على شكل معين، فتلاقيه على طول لا مش هنتكلم في الالوان برضه، مش كل شويه بقى حد هيقول لي لون وهنحلل. احنا مش هنحلل الالوان، انا بس بقول فكره حد بيحب كل الالوان، فانا بقول له ده ممكن تكون شخصيه متغيره، تحب التغيير المستمر، تحب دايما شويه تخرج، شويه تعيش مع نفسك، شويه تغير حياتك. تمام؟ فيبقى هو ده شكل حياتك. لكن لو ركزت هتلاقي ان ليك لون مفضل، مفيش حاجه اسمها مش فارق لون معين، هتلاقي نفسك في لون فارق معاك. ولو انا وتعرف لونك المفضل من حاجه واحده بس، تؤكد لك انك دايما تتعلم تختار، دايما تتعلم تختار. يعني او نجلاء، معلش انا اصلا بكلمك شفت الاسم مش كامل يعني. طيب دايما اتعلمي تختاري. يعني ايه تختاري؟ يعني تقولي انا بحب اللون ده او انا مش بحب اللون ده. يعني مش الفكره انك تقولي اصلا مش فارق معايا، انت مش فارق معاكي عشان انت ما جربتيش تختاري. انا لو حطيت قدامك صوره فيها الوان وقلت لك اختاري اللون، انت هتلاقي نفسك بتختاري لون معين. يعني على فكره لازم تختاري، فانا لو خيرتك هتضطري انك تختاري. مش هينفع هنا تقولي لا انا مش فارق معايا اي لون، لا انا دلوقتي لو فرضت عليكي الاختيار هتختاري، لازم تختاري. ساعتها هتلاقي نفسك بتفضلي لون
وبتقولي هو ده اللي انا هختاره. لسؤال كيف اكون شخصيه قويه وذات كاريزما، ايش سؤال؟ معلش انا بعتذر مش هجاوب على اي سؤال خارج موضوع المحاضره. ده لوحده بحس نمط شخصي، الشخص اللي ملوش راي محدد. ما نقدرش نقول برضو انه ملوش راي محدد، ولكن نقدر نقول انه ممكن يكون غامض، مش حابب حد يفهمه. مش شرط يكون هو، دي بقى من الحاجات اللي احنا بنتعلمها في الانماط يا نيره، انه مش هنثبت الرؤيه زي دي رؤيتك، دي رؤيتك بس مع الانماط تفهمي بقى، تفهمي ان الشخص مش شرط يكون هو متردد او ملوش راي، لا ممكن يكون له راي بس هو مش عايز الناس تعرفه. في ناس كتير، دي من النقاط المهمه واللي احنا بنقولها للناس لما بتيجي تحلل شخصيه، بنبتدي نقول لها لو ما جاوبتش انت صح، لو ما جاوبتش انت صح انا مش هحللك صح. لو انا عامله لك اختبار شخصيه وانت ما جاوبتش صح انا مش هحللك صح. تيجي تقول لي والله انت العيب فيك انت ما عرفتيش تحلليه، لا انا ما احنا اتفقنا، احنا مش بننجم هنا ومش بنقرا كف ولا كلام من ده، احنا بندرس علم صحيح. فلو حضرتك اديتني اجابه خاطئه او ما قلتليش المعلومه صحيحه عن نفسك، فلا تلومني اذا انا اخطات في تحليلك. فاهمين قصدي؟ ده بالنسبه لايه؟ للتحليلات اللي هي نابعه عن الاختبار. يعني لو انا بختبرك في الالوان وبسالك اللون اللي بتحبيه ايه؟ وانت بتحبي لون وتديني لون تاني، يبقى انا هتكلم عن شخصيه تانيه خالص. يبقى هنا التقصير مش هيكون مني، هيكون منك انت، انك انت عايزه تضلليني ليه؟ حتى لو انت ما تعرفنيش، علشان انت مش عايزه حد يفهمك. انت مش عايزه حد يفهمك. يبقى دي قصه بتاعتك. عشان كده احنا بنقول، اللي عاوز يفهم نفسه صح ويغيرها ويهذبها عليه ان هو يكون صادق مع نفسه، صريح مع نفسه. مش شرط يكون صريح معايا او مع الاخرين، بس يكون مع نفسه. شفتي؟ هي مش دي استاذه نجلاء ولا دي حد تاني؟ لا دي حد تاني، بس تاني اسمها نجلاء برضه، احسبها هي. مش فارق معايا لون. دي نجلاء مين؟ دي نجلاء عبد الله السفياني. الثانية نجلاء عبد الله برضه ولا ايه؟ والله عبد الله، نجلاء عبد الله محمد. بتحب اللون البنفسجي. الصدق نقطة مهمة، بارك الله فيك. طبعا الصدق ده مع النفس ده أهم شيء، لأنه هو ده اللي هيخليك فعلا تكون إنسان إيجابي فعال، تغير من نفسك بشكل صحيح. لكن لو أنت مجرد إنك أنت بتقول كلام عشان أنا أحللك بصورة حلوة أو وحشة، طب ما أنا حللتك بشكل غير حقيقتك، أنت استفدت إيه؟ ما استفدتش أي حاجة. طيب ده الالوان. مدى دقه تحليل الشخصيه عن طريق الالوان؟ لا ممكن ما يبقاش دقيق، انا بعتبره كده مش دقيق 100%، لانه هو يعني قد يكون الحاله اللي هو، يعني انا لو النهارده لابسه لون معين ممكن تكون الهدف منها او لبسي للون ده مرتبط بحاله وليس بنمط. حاله وليس نمط. يعني ايه حاله وليس نمط؟ يعني انا حابه اللون ده دلوقتي الاسود عشان انا عندي حاله معينه، الحاله دي بتتطلب ان انا اميل للاسود. وفي ناس تبقى حابه الاسود تيجي تقول لك مش عارفه ليه انا ما بقتش طايقه الاسود ده خالص، مش عايزه البس تاني، انا عايزه البس ابيض. ده على طول ده معناه ان هي حصل لها تغيير في حياتها خلاها رافضه حتى انها ترجع لشخصيتها. لا مش احنا مش بنتكلم في الالوان اطلاقا يا ام محمد، احنا بنتكلم دلوقتي في انماط شخصيه. تمام؟ طيب احنا اتفقنا مش هنخرج بره موضوع المحاضره، خرجنا احنا مش هناخد كل العلم في المحاضره يا جماعه. ده احنا كده بنتكلم في اول محاضره في انماط الشخصيه. بس يعني اول محاضره. فاحنا كده مش هنخلص. طيب يبقى انا لما اجي اقول ان انا عندي حاله معينه او ان انا طبيعتي بحب لون، وبعد كده فجاه نقلت على حب اللون الثاني، اعرف على طول ان انا كان في حاجه في شخصيتي بدات اقفل منها نفسيا واتنقل على شخصيه ثانيه خالص علشان انا عايزه اتغير. ماشي. لا مش هيختبر نفسه، هو هيقرا الالوان. يعني مش اختبار، الاختبارات موجوده على النت كتير، لكن هو هيقرا الالوان، هيقرا كل لون ويفهم نمطه. وهبعت لهم الرابط، حاضر والله. تمام؟ طيب ده كده الالوان. لما نيجي نتكلم عن لغه الجسد، في ناس تحبها ردت فعل، تجيها ردة فعل من بعض الألوان إن يكون مرض بمواقف أو تصبح تكره لون معين. طبعا ممكن، بس هي ممكن تكون أصلا مش فاهمة إنه كرهها للون مرتبط بهالحدث.
يعني ممكن تكون مش فاهمه ان الكره للون مرتبط بالحدث. تمام؟ طيب لغه الجسد، خلاص سيبنا الالوان بقى يا جماعه لو سمحتوا، عشان لو وقفنا عند كل حاجه هنطول قوي. طيب لغه الجسد مرتبطه اكثر بالحاله اللي هي بتعبر عنها لغه جسدي. عقلي كده مدي اشاره، فانا عملت اوردر لجسدي ان انا بحب او بكره، او ان انا اقول اه او اقول لا، او ابص بعيني او اهز راسي او اعمل حركه معينه، لان الحركه دي لا اراديه بيعبر عنها شعور الداخل ده لغه الجسد. فالنهارده لما اشوف، يمكن النت من عندك، لما اشوف حد بيعمل بادي لانجوج معين، حركه معينه بالجسد، على طول بفهمها بشكل او باخر. ممكن انا افهمها او غيري ما يفهمهاش، او حد يفهمها صح او حد يفهمها غلط، بس هي بتعبر عن شيء. ويمكن دي بتحصل لغه الجسد في الحاجات الفطريه والطبيعيه، يمكن كلنا بنفهمها، بس في حاجات كتير جدا غايبه عننا. ويمكن احنا بنلاقي نفسنا بتعملي حركه لا اراديه، لما اجي اقول لك اسمك ايه تقولي اسم كذا، او انت اسمك انت فلانه تقولي اه، فانت بتهزي راسك بقى طبيعي مع كلمه اه بتهزي راسك. لو عايز تقولي لا بتقولي لا، او ممكن تقولي لا من غير اصلا، او تهزي راسك من غير ما تردي اصلا. فهنا ده معناه انك انت بتعبري تلقائي عن الحاجه بجسدك، وجسدك طبيعي بيرد، ولكن مش كل الناس بتقدر تفهم كل لغات الجسد. بالعكس بتفيد جدا اللي بيعمل في مجال الاستشارات وفي كل المجالات، في الاستشارات تحديدا، لاني انا بنمط الشخصيه انا ممكن وانا جاي لاثنين زي ما اتفقنا على العلاقه بينهم حلوه او وحشه، او في بينهم شويه مشاكل او كذا او كذا، انا اقدر افهم من انماط شخصيه ان هم المشكله بينهم ان هو مثلا صفاته كذا وهي صفاتها كذا، وكل الحكايه ان احنا نفهمهم يتعاملوا ازاي مع بعض. الحل بيكون سهل جدا وبسيط، وبيكون اريح لناس كتير. تمام؟ طيب ده لغه الجسد. الجرافولوجي عباره عن تحليل الشخصيه عن طريق خط اليد، وعن طريق خط اليد يعني عن طريق الكتابه، ان انت تخلي اللي قدامك يكتب قدام عينيك. لما بيكتب بتقدر تفهم من كتابته او من خطه حالته المزاجيه وطباعه وصفاته وميوله واتجاهاته ونفسيته وحاجات كتير جدا. علم خطير جدا، علم الجرافولوجي، علم قوي جدا جدا جدا. الجرافولوجي مشتق الاقسام، يعني كمان مش بس كتابه عاديه، يعني عشان نحلل التوقيع بس، الامضاء التوقيع الخاص بيك ده دراسه كامله كبيره جدا لتحليل الشخصيه عن طريق التوقيع، مش بس عن طريق كتابه، يعني مش لازم اشوف ورقه، اشوف توقيعك بس. رسوم الاطفال من ضمن الجرافولوجي، ان انا ازاي احلل الرسم بتاع الاطفال وافهم منه نفسيته وعلاقته بالاب والام والكلام ده كله، ورسم الكبار كمان، بس طبعا رسم الاطفال كمان اعظم بكتير، لان الطفل مش بيعرف يعبر عن نفسه ومش بيعرف يقول هو ايه، فلو خليته رسم هيوصل لك كل حاجه عن طريق الرسم. قريب من الواقع عندك لغه الاشاره وتدخل في انماط شخصيه وكيف هو يفكر. اه طبعا، يعني اشهر حاجه بنقولها لما بتسال حد في الشارع وتقول له العنوان ده فين، فهو يقول لك يمين بس يشاور شمال، يعني هو يقول يمين بس بيشاور بالشمال. طبيعي انت تلقائي بتمشي ورا الشمال، وحتى بتضحك وتقول له ايه انت تقصد شمال صح، يعني ده طبيعي، بتلاقي نفسك بتقول انت تقصد شمال صح، بيبتدي تمشي انت ورا دي، مش بتمشي ورا اللفظ ممكن يكون خطا، لانه سرحان، لانه اي شيء، او لانه عايز يرد على حد في حاجه ثانيه. لكن هو اول ما انت قلتي عقله عارف ان العنوان اللي انت بتسالي عليه اتجاهه شمال، فهو بيشاور بالاتجاه الصحيح. فدي من ضمن الحاجات اللي انت بتقدري تفهمي ان هو مفكر ازاي، بس هو سرحان في الكلمه اللي قالها، او في الحاجه الثانيه اللي هو غلط بيها او غلط لسبب ما. لكن الاصل انك انت هتمشي على الايه؟ على الاشاره. من الحاجات التانية حاجات كتير جدا طبعا، يعني أنا مش عايزة برضو أدخل في لغة الجسد علشان دي علم تاني كبير. نرجع تاني نقول إن الجرافولوجي علم كبير جدا جدا جدا، من العلوم الرائعة الرائعة الرائعة، وبحبها جدا لأنها فعلا فعلا دقيقة قوي. تأثيرها أو إمتى ممكن تحللها، تحلل من خلالها خطأ شوية. كل علم ليه حتة، يعني ليه خديعته، يعني
فإنك لو الإنسان اللي جاي بيعمل تحليل أو اللي بيكتب قدامك ورقة دلوقتي هو مضطرب دلوقتي نفسياً، فهيظهر الاضطراب أكثر أو هيظهر قوي في خطه، وممكن يعني تنخدع في تحليلك ليه. الرفرج والألوان والجسد هل فعلاً مادة علمية؟ آه طبعاً مادة علمية رائعة جداً جداً. إحنا عايزين نقول كمان يا جماعة إن كل الحاجات دي راجعة لأبحاث، أبحاث ودراسات على ناس بشكل كبير أكثر منها يعني علم ليه واحد زائد واحد يساوي اثنين، مش رياضة، لكن هو علم مبني على أبحاث. الجرافولوج طبعاً خلي بالكم كمان بيستخدم جداً في الجنائيات برضو، علشان يعني خبير الخطوط يقدر يعرف التزوير ويقدر يعرف ان انت كنت بتاخد حد ولا. يعني لو انا مثلا دلوقتي بمضي لك على مبلغ مالي وعايزه اضللك، ممكن امضي بايدي الشمال علشان يطلع التوقيع مش سليم، والناس اللي بتبقى فاهمه في الحاجات دي بتستخدمه علشان تضلل اللي قدامها، فتبتدي تكتب بايديها الشمال علشان لو انت فكرت ترفع شيك عليا ضدي يعني ما تقدرش تعرف بصمتي بشكل صحيح. او انه وبيتعرف ده طبعا مع الخبراء جدا، وبتدي يعرف ان انت كتبت بايديك الشمال علشان تضلل قدامك، او ان انت كتبت بخط خفيف جدا علشان الخط يبقاش واضح ومع الوقت يعني يطمس او يتمسح حبه. فبالتالي دي من الحاجات اللي هي بتبين الناس اللي هي مش واضحه، والناس على فكره اللي بتكذب دايما خطها بيكون خفيف، يعني هي بتضلل وما بتحبش حد يعرف حاجه. مش شرط كذب على فكره برضو، عشان ما نقولش كل الناس لازم لا بيكون بتكذب، لا مش شرط كذب، بس ما بتحبش حد يعرف عنها حاجه، فتلاقي دايما خطها خفيف مش مطبوع حتى ومش محفور على الورق، يعني تلاقيه خط سطحي ما بيحاولش يغرز لك الصفه بتاعته بشكل واضح. وكل ما كان الانسان اوضح مش اصدق، بس اوضح في التعامل، واضح بيتعامل بشكل اللي جواه زي اللي براه، هتلاقيه خطه متركز قوي تقيل. حتى لما يجي يكتب لك ارقام، يكتب لك قيمه ماليه مثلا عليه، بيكتبها واضحه لان هو عنده استعداد يسدها وعايز ده فعلا ومعترف بيها. ده كده حته كده يعني تمام. طيب ده كده الالوان، لغه الجسد، الجرافولوجي، تنبؤ. التنبؤ بصي فكره تنبؤ السلوك عموما يعني هو ينفع في كل العلوم بس بحته معينه، اللي هي ايه؟ اللي هي زي بالظبط تنبؤ الام بابنها هيعمل ايه. يعني انت ممكن تدي ابنك مثلا 10 جنيه، اثنين ولادك 10 جنيه، انت عارفه ان ده هينزل يجيب شوكولاته بال 10 جنيه والثاني هينزل بال 10 جنيه يروح يشتري لعبه. هل ده تنجيم أو علم غيب؟ لا هو مش علم غيب، هو بس كل الحكاية إنك أنت درستي قدامك كويس، فهمتي ابنك كويس أو بنتك كويس، فهمتي الاثنين كويس، فأنت عارفة ده هياخد الفلوس يروح يشتري بيها ملابس أو يتفسح أو يروح يجيب أكلة، والتاني هيروح يلعب بيها وينبسط والكلام ده كله. فهو ده معنى التنبؤ. طبعًا تقدري من كل العلوم دي تتنبئي وتتوقعي ردود أفعال الأشخاص بناءً على فهمك لشخصيتهم. قد تصدقي بنسبة 100% إذا كنت بارعة وشطرة وكمان محايدة، يعني مش أنا بقى بكره هالة فأقول إيه دي أكيد هتعمل كذا، لمجرد إنه اللي بيحرك الانطباع أو الرأي اللي أنا بقوله ده تحريك مشاعري القلبية تجاهها. لا، لو أنا إنسانة منصفة، دي مهم، النقاط المهمة جدا لأي حد عايز يتعلم أنماط شخصية أو عايز يحلل، إن هو يكون سوي نفسيا، هو نفسه الاول سوي. عشان كده بنقول احنا اول حاجه ان هو يفهم نفسه ويهذبها قبل ما يفكر يحلل الاخرين. مشكلتنا ان كلنا عايزين نطلع عيوب الناس ونطلع اخطائهم هم بس. لا، انا عايزه اقول انا افهم نفسي اولا، عشان افهم نفسي بشكل صحيح، افهم نفسي بشكل جيد جدا، هتعلم ان انا اكون متزنه. بدات اكون متزنه هكون صافيه تماما. لما اجي احلل اللي قدامي حتى لو انا بكرهه، هقول الصفة الحلوة اللي فيه بمنتهى الشفافية، هقول إن هو إنسان طيب، إن هو كريم، إن هو كذا، إن هو كذا، بس أنا عارفة أنا بحبوش ليه، أيا كان، ممكن يكون في علاقات أو عدم تفاهم أو أي شيء. لكن لو أنت منصفة هتحللي الموضوع صح، وتنبؤك هيكون صحيح بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. لو
في مش شاطره قوي في موضوع التحليل او الجرافولوجي، او انك انت مش دارسه العلم كويس، ده انا ابويك ممكن يخطئ او يخونك، وده الممارسه يعني تطوره جدا. طب احنا كده قلنا الالوان، وقلنا لغه الجسد، وقلنا الجرافولوجي. علم الفراسه، كل يمكن اللي معايا هنا عارفين انا بحب علم الفراسه جدا، وبعتبره ادق العلوم. إسراء ماهر، فهم النفس يسهل وفهم الآخرين، لهذا حبيت هذه العلوم. تقريبا لنفسه ونتيجة فهم الآخرين، وبالنتيجة فهم الآخرين. طيب خير إن شاء الله. طيب فبنقول إنه علم الفراسة هو أقرب العلوم الحقيقة اللي أنا بحبها جدا ليا، بحبها جدا يعني، لأنها هي ربنا سبحانه وتعالى بيطبع على الإنسان أو على ملامح الوجه، على الوجه من الصفات اللي ما يقدرش يخدعك بها اي انسان اخر. يعني لو، ويمكن بقى انتوا على فكره هتلاقوا كتير منكم بيحسها كده، اللي هي الفراسه الايمانيه، اللي هو ايه؟ يقول لك ده غضب ربنا على وشه. يمكن دي كل الناس كتير قوي بتقولها، دي علامه الرضا والنور على وجهه، ده الطاعه والصلاح على الوجه. فاهمين قصدي؟ هتبص تلاقي ان الموضوع عندك بيحصل فطريا احيانا مع بعض الناس، وبتصدقي في تحليلك وبيكون صحيح. تسمع الفراسه الايمانيه اللي هو ربنا من عليك بيها واديها لك كده في فهم لوحدك، لكن في جزء علم اللي هو ازاي اقدر من ملامح الوجه بدقه شديده جدا افهم اللي قدامي، واعرف ان هو فعلا يعني حاجات كتير قوي بقى في كل صفات. يعني الصراحه كتاب مفتوح فعلا. يعني انا يمكن عامله الماده بتاعتي ديزاين يعني بتاع الباوربوينت، كتاب مفتوح، الكتاب مفتوح. طيب هنقول انه ما اضمر شيء، هي دي مقوله المفروض اظن سيدنا علي، يعني ما اضمر احد من شيء الا ظهر في فلتات لسانه وفي صفحات وجهه. يعني طلع بكلمه كده هو بيهزر، يعني بينت اللي فعله ربنا أنطق بها ليكشف ما في وجهه، أو في قسمات وجهه. يعني هنا قسمات وجهه دي تدخل في حاجتين، تدخل في لغة الجسد إنه يبان على الوجه علامات معينة، أو إنها تدخل في الملامح نفسها اللي ربنا سبحانه وتعالى طبعها على الوجه، سماهم على وجوههم. فعلا فعلا دي حقيقة. فبنلاقي السمة والسماهم هنا صفاته بتبقى على وجهه. بقى احنا بنقول عصا دي كريم، خبيث، اخلاق مش اخلاق، كذاب، صادق، واضح، صريح، بيلف ويدور، عنيد، شرير، طيب، حاجات كده كتير جدا بتتفهم بشكل كبير، وانا بعتبره ادق العلوم صحها على الاطلاق. وطبعا بنحكي حكايه طويله في علم الفراسه عن مدى صحته من الناحيه الشرعيه، لان الحمد لله يعني احنا ما بندخلش في اي علم يخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى. فانا في علم الفراسه احنا عندنا ادله ان ده علم شرعي وعلم ديني، والكلام ده كله بنقوله وبنشرحه بالتفصيل. طيب الانياجرام، الحمد لله، جزاك الله خيرا، الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك. الانياجرام تحليل شخصيه، هو بقى ده اللي خليته في الاخر قبل النمط الشخصي على طول، لانه هو ونمط الشخصيه يعتبروا متشابهين بنسبة كبيرة جدا. هنقول الانياجرام يعتبر مقسم الناس لتسع انماط، لتسعة. خلي بالكم انه كل علم ليه عالم درس وذاكر واجتهد وعمل وقعد يدرس شخصيات لمدة سنين لحد ما قرر ان الناس تتقاسم بكام وكام وكام وكام، وابتدى يضيف نمط ويشيل نمط ويظبط لحد ما وصل انه قال لا انا شايف ان ده كذا، وعمل الاختبار وعمل التحليل وكذا وكذا وكذا. وده علم طبعا، كل العلوم دي مع بعضها، عشان كده بقول لكم لو كل علم انتوا فهمتوه ده وده وده وده، يبقى الموضوع كله هيكتمل معاكم والصوره هتختلف بشكل كبير جدا. فقسم الانياجرام لتسع انماط، كل نمط ليه جناحين، كل نمط ليه جناحين. جناح بيقول ان هو دي حاله الاستيبل، يعني انا ده النمط اهو، لكن في حاله الريلاكسيشن خالص والهدوء هو بيكون بيميل لنمط اخر من التسعه.
وفي حاله العصبيه والنرفز او الانقلاب لما يقلب يعني او يدي الوش الثاني او يعني يحصل بقى حد يستفزه او يطلع الحته الوحشه اللي فيه يعني يروح للنمط الفلاني. والحقيقه ده بصراحه يعني من العلوم برضو المبهره يعني. يعني انا الحاجات دي كلها انا حباها جدا لاني حسيت قد ايه طبعا كله مكمل بعض وحسيت قد ايه كمان انه يعني ازاي كل واحد فكر بالطريقه دي. وفي الانياجرام بيدينا حاجه بقى صراحه حلوه جدا 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 جدا. هي ايه؟ هي ايه هي يعني انه بيقول لك ان كل انسان كل انسان ليه شيء بيجري عليه وشيء بيجري منه. كل انسان ليه حاجه بيجري عليها وحاجه بيجري منها بيهرب منها. بيهرب من حاجه معينه دايما خايف من حاجه ودايما رايح بيتمنى حاجه وعايز يروح للحاجه دي بشكل قوي. تمام؟ فالانياجرام بيديني الحته دي بشكل رائع وبارع وبيبتدي يقول لك انت خايفه من ايه؟ وبالتالي انت عايزه توصلي لايه؟ وليه انت بتتصرفي كده؟ يعني ده بيحلل لي قوي حته او بيلعب على حته ان انا افهم نفسي قوي بصراحه يعني. يعني انا بعتبر الانياجرام حته حلوه جدا لو هو كمكمل لانماط شخصيه في ان انا افهم نفسي قوي بقى. او بمعنى ادق افهم تفكيري الداخلي. يعني نمط شخصيه انا بعرف طبعي، بعرف ميولي اني عاطفيه اني كذا اني كذا اني كذا، لكن الانياجرام بيديني حته انا ليه بتألم؟ ليه ممكن اكون ببكي وانا ساعات مش عارفه انا ببكي من ايه؟ او ان في موقف ألمني دلوقتي في الحقيقه انا مش عارفه سبب الالم الحقيقي. يمكن احنا الناس اللي اخذوا برضو معايا العلاج بخط الزمن، الناس اللي اخذوا معانا العلاج بخط الزمن، العلاج بخط الزمن كان من جماله ان احنا ازاي بنكتشف المشاعر السلبيه فينا وما بنبقاش كنا فاهمينها الا لما اخذنا العلم ده وعرفنا ان انا ممكن اكون في حاله او مود في اللحظه دي، مود معين، مشكله مع حد، منهاره، بعيط، بصرخ، اي حاجه، وانا مش فاهمه حقيقه المي او والله والله ما احنا حضرتك سالت السؤال اكثر من مره وانا قلت لك فعلا موثق. تمام؟ ان ازاي انا مشاعري يعني ابسط هقول لحضرتك حاجه، احنا مش بنقول كلام جاي تنجيم ولا جاي من بعيد يعني. يعني هقول لحضرتك على حاجه، وانا لما النهارده الاقيك بتتالم من موقف معين واقول لك احكي لي موقف جارح ليك وانت يعني ما اثر فيك نفسيا جدا، وتبتدي تقول لي الموقف ده كان مزعلني قوي لما حصل خناقه بيني وبين اخويا وبابايا اتدخل ومش عارفه ايه، او صاحبي كان ندل وما عملش كذا وكذا وكذا، ايا كان اي موقف، اي موقف في الحياه. لما ابتدي اسالك طيب هل الموقف ده ايه اللي اغضبك فيه؟ انت ممكن تكون مش عارف تحلل الغضب بالظبط، لكن لما بتركز ان شاء الله نعملها تاني قريب، لان دي لازم تكون عمليه يا اميره. يعني هي معايا عندي مسجله بس هي لازم تكون عمليه. يعني العلاج بخط الزمن من الدورات اللي لابد تكون حضور لايف دايما لانها كلها تدريب عملي. تمام؟ فلما اجي اقول لحضرتك مثلا طب الموقف اللي زعلك ده من شخص، انت لما بتعيط دلوقتي انت بتعيط عشان كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فتبتدي هنا يحصل لك عمليه اتنشن، انتباه، ان انا ايه ده، انا ما كنتش واخد بالي انا متضايق من ايه. يعني ابسط مثال هقول لحضرتك مثال بس يريحك شويه. لما نيجي نقول ان في حد مات له انسان عزيز، أو مات والده مثلا، او ماتت والدته، او مات حد غالي عليه. حاضر. لما يجي نقول ان حد مات والده، واحده مات والدها، او واحده مات زوجها، هي انهارت. ولما تيجي تكلمها وتقول لها ايه اكتر مشهد المك او كنت تعبانه فيه، تقول لك المشهد اللي انا وصلني فيه خبر وفاه الشخص ده. شعور الموت كل الناس بتحزن، يعني ما فيش حد ما بيحزنش، ولكن او ما بتحزنش لو حد بتكرهه، لكن احنا بنتكلم لو حد عزيز عليك كلنا هنبقى متفقين ان احنا كلنا هنحزن، الحزن ده ما فيهوش نقاش. لكن احيانا في انسان بيغلب عليه لحظه الموت ان مش الحزن قد هعمل ايه، ان الشخص ده كان مصدر امان ليا،
مش مجرد ان انا بحبه ده شيء مفروغ منه يعني. لكن اول ما شعرت انه مات انا حسيت ان انا بضيع يعني، حسيت ان انا هو ده اللي بيصرف عليا مثلا، هو ده اللي حامين يعني. في كتير جدا بيقول لك كان زوجها بيعملها وحش ومعامل حساب لابوها جدا، واول ما الاب يموت هي تقول لك خلاص انا عارفه ان جوزي هيبهدلني. فالشعور ده ممكن يغلب عليها لحظه ما تعرف الموت وتتاثر وتبقى الرعب ماليها، تبقى جواها شعور حزن لان ابوها غالي عليها، وجواها شعور خوف ورعب انه يا ترى ايه اللي هيحصل لها. ممكن يكون جواها كمان شعور بالذنب تجاه والدها ان هي مثلا كانت بتساله او بتغلط فيه او بتزعله او ما بتدروش او اي حاجه، فيحصل ميكس في لحظه واحده تبقى انت مش عارف الحقيقه انت تعبان ليه. لو انت حصل لك الميكس ده انت بالعلم بتقدر تفصل بقى، تفصل الثلاثه عن بعض، ايه اكتر حاجه كانت غالبه عليك في اللحظه دي عشان تقدر تعرف انت فعلا كنت متألم من ايه. وبعد كده بقى بدات تهدى وتفكر وتفوق وتبتدي بقى تشوف ان انا لا ده انا فعلا حزين وبحبه وكل حاجه، بس انا في اللحظه دي مش بفكر في الحب ولا اني هفتقده ولا اني مش هشوفه، انا كنت بفكر ان انا هضيع، ان انا هتدمر، ان انا هيحصل لي كذا او كذا او كذا او كذا. تمام؟ طيب نرجع تاني. فقلنا انه الانياجرام من اجمل شيء قريب من انماط الشخصيه لانه بيدرس انماط بالظبط 9 انماط، وبيقول لك فيهم انت صفاتك ايه في الريلاكس او في حاله الهدوء والستيبل بتاعك بتكون ازاي، لما تكون هادي كده مع نفسك، ولما بتكون نيرفس جدا او تحت ضغط بتبقى ازاي. وفي نفس الوقت بيقول لك انت خايف من ايه ورايح على فين، بتلاقي عايز تروح لايه وعايز، مش فاهمه فكره 9 انماط يعني. يعني كاني بقول لك كل نمط انا عندي بقسم البشر ل9. ايوه بالظبط كده، بقسم البشر ل9 انماط. واحنا طب انا هقول لكم حاجه مهمه جدا، لو احنا جبنا مثلا خط اعداد وقلنا الخط الاعداد من هنا 0 ومن هنا 100، لا من هنا 0 ومن هنا 100، تمام، وعملنا خط اعداد تاني كده بالطول برضو من فوق 100 ومن تحت 0. اوكي، انا دايما لازم اكون يعني عشان اوصل للسنتر ان انا اكون متزنه ما بين كل ده. لو انا هنا قوي يبقى انا بين ده وده، ولو هنا قوي يبقى بين ده وده، ولو هنا بقى الاختلاف. مش معنى 9 يعني الناس كلها مقسومه 9، هي اكيد الناس مش 9 بس. نستنى لحظات بس عشان الاذان. طيب حاضر، لا حاضر لحظة واحدة، حاضر نرجع تاني. طيب نمط شمالي شرقي غربي، حاضر هكلمك على الأنماط دي بس أكمل الجزئية بتاعت الإنياجرام اللي ردنا على سؤالنا إياه. فإحنا بنقول إن هو بيقسم الناس ل9، ومفيش حاجة في حد في الدنيا 9 كامل يعني، الناس استحالة كلها تكون 9 بس، ولكن ناس كلها كوكتيل ما بين فيها كل المشاعر في الدنيا، وحط كل العيوب والصفات والمزايا وكل حاجه موجوده، بس بتختلف بانه في ناس بتميل لده بشكل كبير وفي ناس بتميل لده بشكل اكبر وهكذا.
طيب الانياجرام بيقسم الناس لتسعه، التسعه دول بيقول لك ان انت نمطك لو هو سي مثلا واحد، هو المفروض في حاله الريلاكس والهدوء بتكوني نمط كذا زي شبه النمط ده، عشان كده انت في ميكس بينك وبين الشخصيه دي. وفي حاله الاسترس او الضغوط بتكوني النمط ده، بتعملي كذا وكذا وكذا. وبيقول لك انت بتخافي من ايه ورايحه لفين، يعني انا ايه اللي انا خايفه منه في حياتي. كلنا خايفين من حاجه بنجري منها بس احنا مش مركزين بيها. العلم ده ما بيخلينا نركز ونبتدي نعرف انا خايفه فعلا من كذا، فعلا انا فعلا بخاف من كذا 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 كذا، وبجري لايه، ان انا بوصل لايه وايه هدفي في الحياه. وعشان كده ده بيخليني بعمل ردود افعال معينه. يعني ايه بعمل ردود افعال معينه؟ يعني النهارده انا بعمل محاضره او بقول كلام معين، فاللي حواليا بيقولوا ايه، اللي حواليا بيعملوا ايه، كل واحد بيعمل رد فعل مختلف. رد الفعل المختلف ده مبني على انه مفهومه او حاجه دخلت على طول جواه على المخاوف بتاعته وعلى الرغبات. فلو هي دخلت اتكت كده على مخاوف جواه هتخليه يعمل رياكشن معين، ولو دخلت على رغبه معينه هتخليه يعمل رياكشن تاني. فاهمين قصدي؟ ومن هنا بقدر افهم ايه النمط. تعالوا بقى نقول نمط انماط الشخصيات اللي احنا اساسا بصدد المحاضره بتاعتها دي كلها النهارده. انماط شخصيات انا عاملاها جزئين او نوعين. الجزء الاولاني اسمه ديسك، والديسك ده اللي هو بالظبط زي شمالي شرقي غربي جنوبي، بس انا مش ده خالص. علشان الشمالي شرقي غربي جنوبي يعني مسمى هم ناس لعبت بيه يعني، او يعتبر الاصل بتاعه الديسك اللي هو نمط المدير والقائد والعاطفي والتحليلي، وهم في النهايه هم نفسهم شمالي شرقي شمالي جنوبي شرقي غربي، هم بالظبط، ولكن غيروا المسميات. لكن الاصل ان هم نمط يعني اللي هو يعتبر المتفرد، اللي هو المدير مش معنى مدير يعني هو وظيفته مدير، لكن بنقول ان هو متفرد، او انه النمط القائد ونمط العاطفي والتحليلي، وهم نفسهم هم نفس الاربعه دول. وفي ناس بتسميهم مسميات ثانيه، الثابت والودي والكذا، يعني مجرد مسميات، لكن هي في النهايه بتدور على الاربع اشخاص الاربع انماط. والاربعه دول برضو نفس الكلام يا نيره، الناس العالم مقسم الانماط كلها او الناس كلها الاربعه، واستحاله الناس كلها تكون اربعه، ولكن نفس الكلام قال لك هم اربعه من حيث الصفات الاساسيه الثابته، ومن حيث اتخاذ القرار وسرعه القرار وبطء القرار والكلام ده كله. فاداهم اربع قسمهم على اربع شخصيات، وكل شخصيه ليها صفه. بس بقى عمل ايه؟ خلى الصفه ايه او اللي هي دي، خلينا نقول دي اللي هي ديسك، اول حرف الدي، لو خلى الصفه دي كل صفاتها سولد قوي، يعني 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 استحاله حد يكون فيه كل دول، يعني استحاله كل دول. لو كل دول يبقى عباره عن حد متجمد جدا يعني. وبعد كده الاي، وبعد كده الايه الاس والسي، كل صفه بقى ده السولد بتاعها. هو مفيش حد هيبقى الصفه لوحدها او هيبقى النمط ده لوحده، يعني لازم هياخد الميكس الاربعه. فلما هياخد كام صفه من دول على كام من دول على كام من دول على كام من دول، هيعمل لنا واحد تاني خالص. هنا بقى بننتقل لايه؟ لنوع تاني من انواع تحليل الشخصيات اللي هو المايرز. مايرز قسم الانماط ل 16 نمط. انا الحقيقه ربطت الاثنين ببعض وعملت اشتقيت كده، وخدت ال 16 طلعتهم من الاربعه. طلعناهم بان احنا قلنا ان احنا عندي الصفات الاربعه اوريدي موجوده، وكانك بالظبط الناس اللي بتفهم في الاحتمالات، عارفين الاحتمالات اكيد درسناها كلنا في ثانوي، يعني في الاحتمالات انك انت خدتي كل حاجه مع الباقي، خدتي كله مع الباقي ولخبطتيهم مع بعض، ده بنسب وده بنسب وده بنسب، فانت طلعتي لك ايه 16. بنقول لهم بقى في الدوره وبنكمل فيها وهنكمل معاكم انه ال 16 ازاي هيطلعوا من الاربعه، وازاي هنفهم كل واحد، ازاي هنعرف كل نمط في الاربعه بيشوف الباقي ازاي، شايف نفسه ازاي، رايه في كل الانماط الثانيه ايه، ليه هم مندمجين، ليه هم مختلفين، ليه الاثنين دول رغم ان هم نمط واحد ليه ما بيتقوش بعض، ليه
المواقف اللي بيعيشوا فيها برد فعلهم بيكون فيها ازاي، ورد فعل المتوقع ايه، ايه الاسلوب الامثل في التعامل مع النمط ده والتعامل مع النمط ده. يعني النهارده لو انا عارفه ان انا هروح اطلب الطلب ده من شخص نمطه دي، يبقى انا المفروض اطلبه منه ازاي، ولو انا هطلبه من حد نمطه اي او نمطه اس او نمطه سي، كل واحد نفس الطلب انا هطلب منه ازاي عشان اخليهم الاربعه يوافقوا. ده هيفرق معايا كتير، بالتالي انا هفهم كل نمط بالطريقه دي. نفس الكلام لو انا مختلفه مع الاربعه، او لو افترضنا يعني ان انا بتعامل مع الاربعه واختلفت معاهم، يبقى انا هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اقول ان انا مختلفه معاه، فانا عايزه ما اصطدمش بيه او مش عايزه اخسره. هبتدي اقول له ازاي انا مختلفه معاك، اطلعها له ازاي بطريقه تخليه يقبل مني النقد يعني وايه والخلاف في الراي، وهكذا مع كل نمط بنفس الطريقه. وبالطريقه دي احنا بنبتدي ندخل على التحليل بشكل ايه، بشكل جيد جدا. طيب في نقطه بقى، انا طولت عليكم معلش، في نقطه مهمه جدا، اهميه فهم الانماط، انماط شخصيات، هو الاتزان من خلال معرفه المزايا والعيوب، فلا تحقرها ولا تغتر بها. ودي احنا يمكن شرحناها ضمن في الاول، ان انا اكون شخصيه متزنه، عرفت المزايا والعيوب بشكل مظبوط، عرفت ان انا مش كامله وعمري ما هكون كامله، وبالتالي احاول اظبط بس نفسي وما احقرهاش لما حد يقول فيا كذا ولا لا، اثق في نفسي بشكل معتدل وما اختارش بيها. فهم المهارات الشخصيه قلنا، ومعرفه المهنه اللي مناسبه ليك وامكانياتك وقدراتك. اجملوا في طلب الدنيا فان كل ميسر لما يقول وقراه. ودي اخر حاجه كمان بنقول، اهميه فهم انماط الشخصيه، فهم الاخر وجوانب الاختلاف بينكم مما يساعد على الاصلاح بين الناس، واستيعاب نظريه الاختلاف والحكمه منها. دي نقطه مهمه جدا 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 جدا. وفهمك الجيد للاخر يجنبك الوقوع في الخديعه. دي من النقاط اللي احنا نسينا نقولها برضو، اللي هو لو انا فهمت الناس اللي قدامي كويس واسلوب التعامل معاهم وازاي اقدر احللهم، وازاي ان انا افهم ان لما فهمت ان هو حد مش كويس او غير امين، ان ده ما كانش سوء ظن ولا حاجه، ولكن ده كان علم بياكد لي الشيء ده، فبالتالي مش هسمح له ان هو يخدعني. حضرتك اختبارات دي موجوده ومتاحه؟ اه طبعا الاختبارات موجوده ومتاحه. في ناس بتعملها موجوده على النت عادي يعني، لكن انا بفضل اعملها في جلسات، هي بتبقى جلسه بس الجلسه مدتها اطول من الجلسه الطبيعيه. يعني الجلسه الطبيعيه بتبقى مدتها ساعه الا ربع ساعه بكتير، الجلسه دي ممكن توصل ايه يعني ساعه ونص، ممكن تمتد لساعتين حسب التعامل مع الشخصيه. وانا شايفه ان ده انسب بكتير، لان انا بقدر افيد الشخص اللي هو بيعمل الاختبار افاده كبيره، مش مجرد انه معلش يعني اي حد يقدر يدخل على النت يدور على اختبار ويعمله وخلاص ويقرا عن الشخصيه وخلاص على كده. ما مش شايفه انه بيستفيد الفائده القيمه الا اذا كان ببتدي افهمه. الحمد لله الحمد لله ورب تكون نافعه. ببتدي افهمه شخصيتك وانت ايه صفاتك وانت بتعمل كذا ولا لا، وبالعكس لما بيتكلم معايا ممكن ياكد لي حاجه او يصحح لي حاجه، ابتدي افهمه صح، اساعده ان احلله المشكله اللي هو عايزها بالظبط، او هو عايز ايه من تحليل الشخصيه او عايز يحللها ليه. فبسهله ده كتير بانه يفهم نفسه بشكل جيد واعرف هو بيعاني من ايه او هدفه ايه من الايه من جلسه الاختبار. وطولت عليكم وجزاكم الله خيرا، وشكرا بجد لحسن الاستماع، واسعدتوني بمشاركتكم الفعاله وردودكم الجميله، وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم، وجعل الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم وجزانا واياكم. وان شاء الله اللي حابب يكمل معانا الدوره يقدر يتواصل مع ارقام الاداره، واهلا بيكم وسعيده جدا جدا بيكم. هبعت لكم ان شاء الله على الجروب الرابط بتاع تحت امرك. اتفضل يا استاذ محمد. شكرا جزاك الله خيرا. هبعت لكم على الجروب بتاع الواتساب الرابط بتاع تحليل الشخصيه بالالوان. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا يا ام ميزه، جزاك الله خيرا، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم استاذ جيران، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، شكرا لك واستفدت منك، بارك الله فيك. الرابط حاضر من عينيا.
الحمد لله الحمد لله، جزاكم الله خيرا وتفضل الله شكرا لك. يمكن ما تسمعيني يا أستاذ جيهان، لكن أنا أشكرك. وشكرا لكل الموجودين، وبارك الله بالجميع. جزانا وإياكم، جزاكم الله كل خير، والله أسعدتوني، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. لا انا ما سمعتش حضرتك فعلا، انه انا الصوت عندي ميوت فعلا، مش عارفه افتح لك المايك. جزاك الله كل خير وبارك الله فيكم، ونفع الله بنا وبكم، وتقبل الله منا ومنكم. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم، والله جزاك الله خير. بارك الله فيك يا استاذه ابتسام، وجزاكم الله كل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وجعل الله في كل كلمه في ميزان حسناتنا جميعا يا رب. تسلموا تسلموا تسلموا، شكرا شكرا. ولو حد على فكره ليه سؤال انا ما زلت معكم، يعني ما فيش مشكله، لو محتاجين سؤال انا عينيا ليه، في اي سؤال لشيء غير واضح يعني. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم استاذة جيهان. اي سؤال ان شاء الله مسجلة باذن الله، هرفعها على اليوتيوب وابعت لكم الرابط على اليوتيوب ان شاء الله، عشان اللي حابب يراجعها ويتفرج عليها وينتفع بيها باذن الله. جزانا وإياكم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بك. تقدر تواصلي مع ارقام الاداره واي ارقام من الموجوده عندك على الجروب اللي حضرتك فيه، هو في 2 جروب، فتقدري تتواصلي مع يا اما الاستاذه فاتن في جروب 2 يا اما الاستاذه شهد في جروب 1 ان شاء الله. امين يا رب، زادنا وزادكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.